مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سولو الناس على خلفية التصريحات اللي كان أدلى بها وزير الصحة الحسين الوردي في البرلمان على أن نصف المغاربة كيعانيوا من اضطرابات عقلية ومشاكل نفسية أيضا. ارتئينا اليوم باش نهبطوا ونسولوا المغاربة والمواطنين واش هادشي اللي قاله وزير الصحة صحيح وكيفاش جاهم. بنشاهد أظن ما قاله السيد الوزير هو كلام لا يبث الحقيقة بصلة، لأن الرقم ربما يكون كبيرا، لأن المغاربة لا يخضعون لفحوصات طبية في علم النفس. لماذا؟ لأننا نظن، لازلنا نظن داخل مجتمع متخلف للأسف، ما دمنا لا نعترف بذلك فإننا ننتمي إلى مجتمع متخلف. لازلنا نظن بأن الذين يزورون الطبيب النفسي هم حمقى، بينما هي اضطرابات نفسية كما سمى السيد الوزير. في مجتمع يعاني أفراده من القهر الاجتماعي لا يمكن أن ننتظر منهم إلا أن يكونوا مرضى نفسيين. على وديت بزاف ديال الناس ولاو بحكم الضغوطات ديال الحياة اليومية مستريسين ومعصبين وما لاقينش واحد المتنفس اللي يخرجوا فيه ديك المشاكل اللي عندهم. يمكن تقدر تكون داخلة فيها بزاف الأمراض، فهمتي؟ بالنسبة مثلا معصب وكذا تقدر هي محسوبة على الاضطرابات اللي هادشي اللي قال الوزير الصحة يقدر يكون 100%. وعندنا حنا الناس المغاربة بزاف شحال من واحد مريض وما عرفش راسو بلي راه فيه مرض. علاش؟ ما عندوش الدواء، ما عندوش فلوس، ما كاينينش مكونات باش غيمشي هو يمشي عند الطبيب ولا الوزارة تداويه ولا ما يقدرش هو يمشي عند. أن المشاكل اللي عايشينهم بزاف وداك الشيء غيخليهم أنهم يكونوا مأثرين بزاف وعايشين المشاكل ومرض شوية. بنادم كيقل في المغرب بعد قليل اللي باقي كيصلي، يعني ملي كتكون ما كتصليش نفسيتك كتكون محطمه. والتصريح اللي قال وزير الصحه باللي بنادم مريض، راه بصراحه بنادم راه مريض بالصحه. علاش؟ حيت حنا قليل مغاربه قليل اللي كيمشيو يشوفوا الطبيب اول حاجه باش يشوف راسه واش مريض ولا لا. لا ما مغاد حتى شي حاجه، خصهم غير رعايه طبيه والاهتمام التام بصحتهم. هذا المشكل ديال المشاكل العائليه اللي كتكون هي اللي كتخلق هذه المشاكل. الناس الامراض العقليه والاكثريه الامراض العقليه والنفسانيه، ان المشاكل هي اللي كدير هذا الشيء. ما نظنش بان كاع الناس ديال المغاربه كلهم كيعانوا من اضطرابات عقليه، بان كنشوف ان المغاربه كيمارسوا الحياه ديالهم عاديه. المستشفيات ديال الاضطرابات العقليه كنعرفوهم، ما كاينش فيهم هذا العدد اللي كيتكلم عليه الكتله. إذا مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا آراء المواطنين بطبيعة الحال اختلفت. كاين اللي قال بأن التصريحات اللي أدلى بها وزير الصحة الحسين الوردي في البرلمان صحيحة، لأن المغاربة كيعيشوا ضغوطات يومية ومشاكل اجتماعية اللي ربما هي اللي كتخليهم مرضين نفسيا. لكن البعض الآخر قال بأن هالتصريحات لا أساس لها من الصحة. كان هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون. وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.